السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، ومرحبا بكل المشاهدين الكرام في البث المباشر من الملعب الكبير بفاس، واللقاء القوي يعني الجولة السابعة بالقمة الكروية ستجمع بعد قليل بين المغرب الفاسي وفريق النهضة البركانية، مباراة مهمة قد نعتبر قمة هذه الجولة لقيمة الفريقين وكذلك النتائج ديالهم بداية هذا الموسم. الفريقان الوحيدان إلى جانب فريق الرجاء لم يذوقوا طعم الهزيمة منذ ضربة البداية على مستوى الدوري الاحترافي. فريق المغرب الفاسي صاحب الرتبة الخامسة والذي يقود هذا الرجل امامنا طارق سكتيوي، الرتبه الخامسه بانتصارين متتاليين وبحصه قويه كانت امام شباب السوالم الرياضي. اخر انتصار لفريق النهضه البركانيه بميدان المغرب الفاسي ذهب موسم 2013 2014 كانت نتيجه كبيره، 4 أهداف مقابل هدف واحد بالرابح وسام البركه وامين كاس، ثم الماضي مصطفى كوندي في الوقت اللي موسى تيغانا كان سجل الهدف الوحيد لفريق المغرب الفاسي اللاعب الماضي. تعطى انطلاقه ديال المواجهه والكره اللي فادت فريق النهضه البركانيه مبنى طارق السيوي اللي قاد فريق النهضه البركانيه، مرابط اللي غادي يحاول يرفع الكره داخل منطقه الجزاء. صعود يوسفو دايو، صعود عادل تحيف، تلعبات الكره الراس ديال لامين كامارا خطيره، والكره مرت جانبا، كره مرت جانبا، ضربه مرمى لفائده فريق المغرب الفاسي. محمد المرابط لعب الكره بشكل ممتاز داخل منطقه الجزاء، لبست كيد الراس ديال لامين كامارا. نتابعوا مره اخرى، لاحظوا هذه المتابعه ما كانتش بالشكل الجيد وبالتالي تضيع هذه الفرصه وهذه المحاوله. لاحظوا يوسف الفحلي، كره في الجهه اليمنى لفائده فريق النهضه البركانيه، تمنى من يوسف مهري. محمد المرابط، فرصه 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 للنهضه البركانيه، تسديده، الكره مشات فوق المرمى. حكم كيقول زاويه، بول فالير باسين امامنا المهاجم السينيغالي هو اللي كان وراء المحاوله الاخيره، تسديده كان تدخل ديال المدافع يوسف اكردوم. محمد المرابط يستعد للتنفيذ، تعبات الكره، تمريره داخل منطقه الجزاء، فرصه ويوسف ضايو لامين كامارا، يعني الرأسية السينغالية والمتابعة بوركينابية كان بإمكان يوسفو دايو أن يوضع الكرة. نتابع مرة أخرى ارتقاء ديال لامين كامارا بالرأس ويوسفو دايو أمام المرمى، اللي يمكن نقول بأنه ضيع هدف محقق، تدخل وإبعاد الكرة، مرتد هجومي الآن لفائدة فريق المغرب الفاسي. مشات كرة في الجهة اليمنى، تمريرة فقد توازن لاعب سفيان الكزير، عمر العرجون لحمزة الموساوي، يوسف الفحلي، يوسف الفحلي، انطلاقه ديال يوسف الفحلي للمساوي، فرصه للنهضه البركانيه، خطوره متواصله، يوسف الفحلي تدخل وابعاد الكره للزاويه، يوسف الفحلي والخطوره داخل منطقه الجزاء. نتابعوا من جديد المحاوله، صعود حمزه المساوي، وبالتالي كتصبح يعني كثره ديال كيد اللاعبين و يعني مسانده هجوميه للاعبي فريق النهضه البركانيه خصوصا بالنسبه للمدافعين حمزه المساوي. لاحظوا التمريره، تدخل الحارس، تصل الكره ليوسف الفحلي الذي يسدد في الوقت اللي كان كنتمناو دائما نتابعوا اجواء تكون مثاليه ونتابعوا روح رياضيه ونتابعوا صور اللي تخلينا دائما اللي تعودنا ان نتابعوها بشكل جميل على مستوى المدرجات. الجماهير المغربيه اللي دائما اكيد كتخلق الحدث في كل اللقاءات والمباريات. سمير قزاز يعلن نهايه الشوط الاول بالتعادل السلبي 0 لمثل بين الفريقين. جوله على المستوى التقني وكذلك على مستوى الايقاع ديال المواجهه، ونتابعوا اهداف خلال هذا الشوط الثاني. تعطات انطلاقه ديال هذه الجوله، ما كاينش هناك تغييرات على مستوى التركيبه البشريه، كل مدرب احتفظ بنفس التركيبه وبنفس المجموعه، سواء طارق السكسيوي او كذلك امين الكرمة. فروق يعني امامنا لاعبين الاحتياطيين ديال فريق المغرب الفاسي اللي كيقوموا بعمليه ديال احماء لعبات الكره الدائريه في القائمه الثانيه الراسيه، تدخل الدفاع دائما، الخطوره متواصله وابعاد الكره. هذه فرصه يسوفو دايو، الهدف هدف اول لفائده فريق النهضه البركانيه في الوقت الحكم كيعلن على خطا، كان هدف للسينغالي بول فالير باسين اللي وضع الكره في الشباك في الوقت اللي الحكم كتجي الصافره ديالو وكيعلن على خطا لفائده فريق المغرب الفاسي. اذا سنتابع هذه المحاوله، لاحظوا الراسيه، طلعت الكره ليسوفو دايو، هنا التدخل، الحكم اعتبر بان يوسف ضيو ارتكب الخطا، الكره وصلت لبول فالير الذي وضع الكره في الشباك، وبالتالي الخطا سبق للهدف.
سنتابع الحكم كيطالب اللاعبين بان يكون هناك هدوء، لان كاين هناك يعني حديث وحوار وتشاور مع حكام الفار. اذا اول استعانه بتقنيه الفار وتقنيه الفيديو من طرف الحكم سمير القزاز. هل تدخل يستدعي الورقه؟ هل تدخل يستدعي طرد؟ اعتقد هذا هو اذا كان على الخطا، الخطا موجود كما نتابع بكل يعني حياديه. يوسف طايو يعني حاول انه يمشي الكره، التدخل كان قوي على اللاعب ياسين الغزواني اللي مازال سقف ارضيه الملعب خارج ارضيه الميدان. سنتابع يوسف طايو دول مشى الكره في الوقت اللي التدخل ديالو الرجل ديالو مشات كذلك الرجل ديال ياسين الغزواني. اعتقد بانه سامي القزاز كيتابع الصوره، هل هناك قرار انضباطي؟ إذا كان على الخطا، الخطا كاين ولا القرار انضباطي؟ كيبقى الحكم هو صاحب القرار الاول والاخير. يوسف ضايو لاعب مدافع ولكن صراحه بتوب مهاجم كما ذكرت الموسم الماضي، فتمكن من تسجيل 8 ديال الاهداف وكان هو هداف الفريق. اذا بعد متابعه الصوره ومتابعه اللقطه نذكر بان يوسف ضايو عنده انذار لتلقى خلال الجوله الاولى، ما يعني ان انذار الثاني يعني الطرد. اذا بعد متابعه الصوره هناك خطا، اذا هناك خطا وسيكون هناك قرار انضباطي حكم. اذا ورقه حمراء. اذا لاحظوا اشاره ديال الحكم واضحه بان كان هناك تدخل قوي، ورقه حمراء على يوسف ضايو. لاحظوا ان الورقه هي مباشره، ورقه حمراء مباشره على لاعب يوسف ضايو. وبالتالي الحكم كيقول لاعبين بان تابعت الصوره تابعت اللقطه، كان هناك تدخل قوي كما نتابع من خلال يعني الاشاره ديال الحكم سمير القزاز. في الوسط ترجع الكره من طرف لاعب عماد الرياحي جناتي عند لاعب سفيان الكزير، مشات الكره لعمر المساوي جناتي مره اخرى. حكم المساعد رفع الرايه، هناك خطا، هناك خطا لفائده فريق النهضه البركانيه. جناتي انذار اعتقد ورقه حمراء لان حمزه الجناتي تلقى ورقه. سنتابع من جديد التدخل ديال حمزه الجناتي. تمريره فقط عند ياسين البحيري. يوسف زغودي، زغودي كيلعب الكره في الجهه اليسرى، صعود ديال حمزه المساوي، صعود المساوي غادي يعمل المساوي، رفع الكره فرصه ومرات جانبا، فرصه لفائده فريق النهضه البركانيه اللي كان قريب من وضع الكره في الشباك. حمزه المساوي البحث على يوسف الزغودي. لاحظوا من جديد تلعبات الكره يعني بطريقه ممتازه. صباح الان مرتد هجومي لفائده فريق النهضه البركانيه. محمد المرابط، محمد المرابط غادي يعمل المرابط، فرصه للنهضه البركانيه، فرصه لياسين البحيري، ياسين البحيري فرصه الهدف، تدخل دائما وخطورة متواصلة والكرة تصل لصلاح الدين الشهاب. كانت فرصة ومحاولة خصوصا بواسطة ياسين البحيري، وصلت الكرة ليوسف الفحلي ولكن لم يتمكن من وضع الكرة في الشباك لتأتي صافرة الحكم سمير القزاز تعلن على نهاية المباراة.